إنها معروضات القطاع الاقتصادي للجيش الجزائري في المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال المنظم بالقصر الدولي للمؤتمرات في العاصمة، منتوجات بجودة عالية تبرز مدى إمكانية مواكبة الجزائر للركب الاقتصادي. العقيد جعفر محمد عرفنا على بعض منتوجات القطاع العسكري الجزائري في هذا الجناح. القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي الذي هو يبين ويبرور كل اهتمام القيادة العسكرية فيما يخص الصناعات العسكرية والصناعات بمانير جنرال. الصناعات العسكرية لم تعد تقتصر على مؤسسة الجيش فحسب، بل تعدت إلى إنتاج آليات ومعدات للقطاعات المدنية، فمن صناعة الطائرات والبواخر إلى شاحنات وسيارات إسعاف وأخرى رباعية الدفع بمختلف الأشكال، يمكن أن تقلص من الاستيراد بشكل كبير. طبقنا البرنامج إعادة تطوير الاقتصاد لفخامة رئيس الجمهورية اللي يدل على أن تكون في بلادنا هذا اقتصاد قوي مبني على الصناعة من أحدث التكنولوجيا ومبني على الكيفية تاع المنتوج تاعنا اللي عنده اللي يكون عنده علامات عالمية. بناء قاعدة صناعية وطنية تعتمد بالأساس على عزم الحكومة وإرادة المتعاملين الاقتصاديين، ما تبرزه المؤسسة العسكرية اليوم من منتوجات يؤسس لاقتصاد بديل يخلق الثروة خارج قطاع المحروقات.